حياتي وهي النور في كل أوقاتي بالأذكار تطمئن حياتي وهي النور في كل أوقاتي ذكر الله ذكر الله أنا لا أهجر ذكر الله ذكر الله نور بدربي كيف العيش بلا ذكر الآن سبحان الله يعني كم تزتقصنا يا سبحان الله ريخم توليد زغلعة يعني نسخة تحب لخا تعبي لخا كذلك دعاة قبر لخا تفرحل لخا سبحان الله الإنسان انتهى يكون ماتي كاب حمام كاب موت أي حلفني مالتي بدحري الدعاء انتهى يمسئ لنا الدعاء للمريض في عيادته. طيب حدث ابن حرد حمي مخي كتبوصحون كل لخا انتهى لك دعاة قبر له. أولا شيء يا أخوان دعاء للمريض دحر دقاء بلبخاء إخلاص غير كان رب سبحانه وتعالى غير كان له أب رب سبحانه وتعالى عبي عسبي إيدا له كذلك كانت حمومون رب سبحانه وتعالى بفضله ومنه دماني نزي حموم زي دماني يعافيه. أولا انتهي كبل أقدم بدحري أزل لخ الزارد من أنتنا بأخمد من أنت خنفلطتي عسب ناتو من أنت ناتو فضلي انتهي مخانو خنفلطو من أنت خنكاتاتلو زي نقارزي السخة انتهيو حدث سب حدث سب كبد سحيل دحرد اخيد حموم نزح حممت سب كبد سحيل دحرد اخيد كنت عينت اجر له ابرب سبحانه وتعالى انتهى لمنا النبي عليه الصلاه والسلام اذا عاد الرجل اخاه المسلم سواء سب اي كوين سواء سبيت خينا نحاو نحاو نحفتا دحامم سب كبد سحيل دحرد اخيد كبد سحيل دحرد اخيد نب رب سبحانه وتعالى انتهى له مشى في خرافة الجنة يبلو النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. أما انتهي كم دخلي يحسب السبزي لهم لكع كمزي جردين أمه أفرياتها جردين ناتها أتور أوارح ناتها نايفر وارحو خينو أفت جردين مسأتها نحرد أيلو مخا أرقيف كاد اللايك أوسيد نحرد أيلو مخا انتهي كتوسد انتهي كتقدف تخيل يعني يبزحك انتهي تورد انتهي تقدف تسئل ماتين انتهي عبي جرديني مخا نايتفر زأت ولو أواريح خير كازل لخا لك عز سب زخا أنت يحسب لما النبي عليه الصلاة والسلام لك كم زناب جردين أواريح هذا أخلت جردين نأو خم دخل يحسب نفسه يبلو النبي عليه الصلاة والسلام أنت يتقيرو نحاد زحام محاوخ بوضح عند حرد أخيدون قزو مالتي ويكا نهوسبيتالي خوو نابزلو وبوتا مالتي. فإذا جلس كيدونا أخوف مسبلي لما النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر يا أخوان والله يا أخي بزحنا قرينا فريطنا دلنا نحنا بزحنا قرينا قديلنا دلنا أزخ نسمعهم كلنا انتهي يخوننا ماتي نفسنا تنكاساقس يا ريت بزيحان يا ريخ بزحان لني لان ذا نفسي تنكاساقس مالاتي انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جلس غمرته الرحمة ندحر دقاء كوفيلو نفتح ممس بزيحة كوف ندحر دقاء يلو غمرته الرحمة عبليلاتو اتا رحمنا يا رب سبحانه وتعالى شفيناتو اتا رحمنا يا رب سبحانه وتعالى إلى ما النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر. فإن كان غدوة ندحر دقاء نينقهو خيدوه نينقهو ندحر دقاء خيدوه ويكأتر ندحر دقاء خيدوه صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي لا إله إلا الله. عجيب والله يا أخوان 70,000 ملائكة نزل بزنتاي قبرلو استغفاري قبرلو رحمن رب سبحانه وتعالى يحتلو نزل بزي الله أكبر 70,000 ملائكة دعاه قبر الكان كله. تخيل يا أخي إذن فطرات زيئات من عخا دعاه قبر الكان زلو لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب سبحانه وتعالى كنت أبدخنت مع سياء أي قبر لون رب سبحانه وتعالى زعززهم دمان زتقبروا زخنوا فطرات زيئهم ناب رب سبحانه وتعالى توسل قبر الكان رب سبحانه وتعالى يحط الكان نخ رحمك نخ غفر الكات مغبتي زنبناتك الله أكبر. أجر عظيم يا أخوان أجر عظيم جدا بالحرق انتهي لهم. فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي كساب زمسي دعاه قبر له يمسي يزم ملائكة تزياته. وإن كان مساء نحرد أنا يمشيت كوينو خي صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح كساب زوقح 70,000 ملائكة دعاي قبر له نسبزي نرب سبحانه وتعالى غفر له رحمه ندبله كساب زوقح دعاي قبر له نزبزي الله أكبر أجر عظيم جدا سبحان الله لحرد ألبنانا بحقي
እቲ ናቱ ዓظማ ድሕር ድኣ ፈሪጣቶ እንታይ ትብል ማለት እዩ? ኣበይ ኣሎ ኢልካ ሕሙም ትደሊ ማለት እዩ። ኣበይ ኣሎ ኢልካ ሕሙም ትደሊ ንምንታይ? እቲ ዘንበናትና ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከመይ ገይሩ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝቕፍረልና እንታይ ንገብር ማለት እዩ? ብእኡ ጌርና ንጓየይ ጠይብ። ምስ ከድካ ናብኡ ሕጂ ናስታ ቅድሚኣ ደላ ድዓ ክመለስ እየ። ናብኡ ምስ ከድካ እንታይ ትገብር ማለት እዩ? ምን ኣዳብ ዕያደት ልመሪድ ነቲ ሕሙም ክትበፅሖ ክትከይድ እንከለኻ ኣወለን ሸይ ንዕኡ ዘሐጉስ ነገር ክትዛረብ ይግብአካ። ኣብኡ ምስ ከድካ ገለገለ ሰባት ክኸዱ እንከለዉ ናብ ሕሙም እንታይ ይብሉ? ስብሓና ላ እዛ ሕማም እዚኣ ሒዘትካ ዘላስ ያ ኣላ ፍላን ብኣ እንዲ ሞይቱ እዚኣ ኢላ ምስ ሓዘቱ ብድሕሪኣ ኮፍ ደይበለ ወርሒ ይፀንሐን ብድሕሪኣ ሞይቱ ከምዚ እንዳበሉ ይዛረቡ። እንታይ ይገብርዎ ማለት እዮም? ያለይትሆም ማ ዛሩ ብኻ ኣይተዛየርዎን ነይሮም ዝብሳ እዚኣቱ ኢነማ ዛዱሁ ፊ መረض መረض ኣብቲ ልዕሊ ሕማሙ ሕማም እዮም ወሲኸሞ ዝብሳ እዚኣቱ ይኸዱ ናብኡ ዓውዓው እንዳበሉ ድማ ይዛረቡ ሆሆ እንዳበሉ ይዛረቡ ወኸዕካዕ እንዳበሉ ይዛረቡ። ያዕኒ እንታይ ይገብርዎ ማለት እዮም? ንዕኡ ዝያዳ ኣብቲ ሕማሙ ሕማም ይውስኽሉ ማለት እዮም። ኢነማ እንታይ ክኸውን ዝግባእ? ምስ ከዱ ቡሻራ ጥራሕ ከስምዕዎ ይግባእ። ንዚ ሰብ እዙ ቡሻራ ጥራሕ ከስምዕዎ ይግባእ። ከይዶም ከምቲ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ድበልዎ እንታይ ኢሎሞ? ላ ባእሰ ዓለይክ ላ ወልሓንቲ እዚኣ ሒዛትካ ዘላ ኮኒ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ካብኣ ክዓፍየካ እዩ ላ ሽደተ ዓለይክ ወላ ኣዛ ያዕኒ እዚኣ ዚ ምሳኻ ዝፀናሕ ኣይኮነት እንሻ ላ ከያዲት ዛ ሕማምካ እንዳበልካ ተበሽሮ ንዚ ሰብ እዙ እንታይ ትብል? ላ ባእሰ ዓለይክ ጠሁር ጠሁር ትብሎ ያዕኒ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላስ ብኡ እኮ መቕፊራ ክገብረልካ ኢሉ እዩ ብኡ ካብቲ ዘንብናትካ ኸፅሬካ ኢሉ እዩ ሒሙካ ደሎ እንዳበልካ ንሰብ እዙ ብሻራ ኢኻ ትህቦ ደለኻ ማለት እዩ። ላ ባእሰ ዓለይክ ጠሁሩን እንሻ ላ ከምዚ ኢልካ ዱዓ ትገብረሉ ነዚ ሕሙም እዙ። ከሊካ ምን ኣድዕያ ካብቲ ኣድዕያ ትገብረሉ ዝግብአካ ድማ እንታይ ኣለካ? ኣስአሉ ላህ ልዓظም رب العرش العظيم أن يشفيك شوعت جزي إذا دعاء زيات دقاقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك دابلك شوعت جزي تدقم انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله. الله أكبر. حد سب حد مسلم ናብ ሓደ ሓዊ ዝሓመመ ንድሕር ድኣ ክበፅሕ ኢሉ ኸይዲ ኢሎም ኣነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናብኡ ምስከደ ናብዚ ሓዊ እዚ ምስከደ እንድሕር ድኣ እዚ ሰብ እዚ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣጀል ናቱ ዘየእከላ እንድሕር ድኣ ኮይኑ እታ ዕድመ ናቱ ደይኣኸለት እንድሕር ድኣ ኮይና ንኸመውት ደይፈረዶ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ረቢና ስብሓንሁ ወተዓላ እሞ ኸዓ ኣብ ርእሲኡ ኾንካ እንድሕር ድኣ እዛ ድዓ እዚኣ ጌርካሉ ሸውዓተ ግዜ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ካብቲ ሕማም ናቱ የፅርዮ ኢሎም ነቢዩና ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይዛረቡና። ኣላሁ ኣክበር። ያዕኒ ኣይድንሶን እቲ ሕማም ናቱ ማለት እዩ። በዚ ዱዓ ናትካ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ካሕውዮ እዩ። ሊዛሊክ እንታይ ክንገብር ይግብኣና? እዛ ዓይነት ኣዳብ እዚ ክንሕዝ ይግብኣና። ዕያደት ልመሪድ ክንገብር እንከለና እንታይ ክንገብር የብልናን? ኣጅሪ ክንወስድ ኢልና ከድና ዘንቢ ተሰኪምና ክንምለስ ኣይግብኣና። ዘንቢ ተሰኪምና ክንምለስ ኣይግብኣና። እንድሕር ደኣ እቲ ሕሙም ሰብ ምስ ረኣየ ነብሱ ነዊሑ እቲ ሕማሙ እሞ ከዓ እቲ ሕማም ናቱ ድማ ብርቱዕ እዩ ካብኡ ንላዕሊ እሽ ድሕሪ ዝስ ክፀንሕ ኣይክእልን እየ ሞተይ ይቐርብ እዩ ደሎ ዝብል ስምዒት እንድሕር ድኣ መፂእዎ ናብ ነብሱ እንታይ ኢሉ ዱዓእ ይገብር? ኣወለን ሸይ ክንፈልጥ ዝግብኣና ሓደ ሰብ እንድሕር ድኣ ሕማም መፂእዎ እንድሕር ድኣ ሕማም በርቲዕዎ ሞት ክትምነይ ኣይግብአን። እንታይ ድኣ ይኽብል ደለዎ? ኣላሁማ ኣሒኒ ማ ዓሊምተ ልሓያቱ ኸይሩንሊ ወተወፈኒ ኢዛ ዓሊምተ ልውፋት ኸይሩንሊ። እንድሕር ድኣ ሓያት ምንባር ናብዛ ዱንያ እንድሕር ድኣ ኸይር ኮይኑ ንዓይ ኣፅንሓኒ ኢልካ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ዱዓ ትገብረሉ። እንድሕር ድኣ ሞት ንዓይ እንድሕር ድኣ ድበለፀ ኮይኑ ከዓ ኣሙተኒ ኢልካ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ዱዓ ትገብረሉ። እንታይ ክትገብር የብልካን? ኣሙተኒ ኢልካ ያዕኒ ተስፋ ቆሪፀ ያነ ሙማ ትሕሸኒ ሞት መሓሸኒ ነይሩ እንዳበልካ ዱዓ ምግባር ናብ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣይፍቀድን እዩ ማለት እዩ። ጠይብ፣ ከምቲ ዝበልናዮ እንድሕር ድኣ እዚ ሰብ እዚ ምስ ረኣየ ድሕሪ ዚ ምንባር የለን እሕሳስ እንድሕር ድኣ መፅእዎ ስምዒቱ እንድሕር ድኣ ካላስ ኣነስ ንሞተ እየ ድብል ንድሕር ድኣ ስምዒት መፂእዎ እንታይ ኢሉ ዱዓ ይገብር? ኣላሁማ ኣغፊርሊ ወርሓምኒ ወአልሕቕኒ ብረፊቅ ልኣዕላ። ነቢዩና ዓለ ሰላት ወሰላም ክመቱ ከለዉ ከምዚ ብሉ ነይሮም፣ ኣላሁማ ኣغፊርሊ ወርሓምኒ ወአልሕቕኒ ብረፊቅ ልኣዕላ ብሉ ነይሮም ማለት እዮም። እንታይ ማለት እዩ? እንታይ ጎይታይ غፍረለይ፣ ረሓመኒ፣ ረህረሃለይ ትብል ኣለኻ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ። ወአልሕቕኒ ብረፊቅ ልኣዕላ ያዕኒ ምስቶም ኣረፊቅ ልኣዕላ ምስኣቶም ከዓ ፀንበረኒ ትብሎ ማለት እዩ። መን እዮም እቶም ረፊቅ ልኣዕላ ዝበሃሉ? ከምቲ ረቡና ስብሓንሁ ወተዓላ ኣብ ቁርኣን ድበሎ
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا زياتهم لعل مجوزاغوست زخون سبات يعني قربابت زخون سبات مسأتهم أقربتني مسأتهم قبرني كان رب سبحانه وتعالى تلمون اللخماتهم من ينساتهم تم أنبياء بتم صديقين كم بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بتم شهداء رب سبحانه وتعالى لهم دموتوا في سبيل الله في جهاد سبيل الله قمون تم صالحين رب سبحانه وتعالى بعبادة يعني حياتهم تحلفوا دخون سبات كم أتم مسأتهم تنبرن تبلون ربنا سبحانه وتعالى مسأتهم تنبر مالتكوني استاتهم تم زلعلوا متنابرتيهم زلعلوا رفيق يميل كان رب سبحانه وتعالى تلمنوا مالتهم النبي عليه الصلاة والسلام كموتون كله انتهي قبرون يرم مالتهم إيدهم نماين دأتوه دحراي نقوص أنبتماي قرم دماني درز يبلوه شو انتهي يبلو لا إله إلا الله إن للموت لسكرات الله أكبر لا إله إلا الله إن للموت سكرات كم زين دابلو النبي عليه الصلاة والسلام يزاربو الله يخفف عنا يعني حقيقة لسبيا النازل لنقر بزوحي مالتهم كموتون كله النبي عليه الصلاة والسلام شقرنا يموت ريهم ما بالكم نحنا كان دي عينة زنبزل للناسبات كان دي عينة زنوب زملاء الناسبات كما يا موتانا خون